اهلا ومرحبا. فكما كان متوقعا فقد عرفت بلادنا بعض التساقطات المطرية، حيث سجل إلى غاية الساعة 6 من صباح اليوم بمدينة إفران 6 مليمترات، خريبكا والجديدة 4 مليمترات، 3 مليمترات بكل من تيزنيت وسلا، مليمترين بمراكش، ميدلت، بني ملال، فاس، ستات والصويرة، ومليمتر واحد ببني ملال وبتكركوست وكذلك بمدينة أسفي. وفي تحليل صورة الساطل نلاحظ أن السماء نسبيا غائمة بمنطقة الشاوية دكالة وكذلك بوالماس، وتواجد كذلك ثلوج بمرتفعات الأطلس المتوسط. بباقي المناطق الأخرى سماء قليلة السحب. غدا بحول الله بالمنطقة الشمالية يتوقع أن يظل دائما الطقس نسبيا بارد مصحوب بالصقيع، وذلك بالأطلس بالريف الشرق وكذلك بالسفوح الشرقية للبلاد، ونزول زخات مطرية متفرقة بمرتفعات الأطلس وتكون كذلك ضباب بالسهول الشمالية للمملكة. درجات الحرارة الدنيا ستعادل درجة واحدة تحت الصفر بمدينة بولمان، درجة واحدة بإفران، 5 درجات بمدينة وجدة، 6 درجات بتازة، 8 درجات بفاس، 7 درجات بمدينة مكناس، و8 درجات بالرباط. وخلال فترة الظهيرة سيشير المحرار بحول الله إلى 16 درجة بوجدة، 19 درجة بمدينة الحسيمة، 20 درجة بطنجة وكذلك بالعرائش، و18 درجة بالرباط وكذلك بالدار البيضاء. بالمنطقة الوسطى للمملكة طقس دائما بارد مصحوب بالصقيع بمرتفعات الأطلس، ونزول زخات مطرية متفرقة دائما بالأطلس وكذلك بالجنوب الشرقي، وتكون ضباب بالسهول الوسطى. درجات الحرارة الدنيا ستتراوح ما بين 8 درجات بالرشيد، 11 درجة بأرفود، 9 درجات ستسجل بمدينة ورزازات، 10 درجات ببني ملال. ودرجات حرارة النهار ستصل بحول الله إلى 22 درجة برشيدية، 23 درجة بأرفود، 25 درجة بزاقورة وكذلك بطاطا، 24 درجة بترودان، 23 درجة بمراكش وكذلك بورزازات، و20 درجة ببني ملال وبمدينة أكادير. بشمال الأقاليم الجنوبية يتوقع بحول الله تكون ضباب بالقرب من السواحل، وبباقي المناطق الأخرى سماء قليلة السحب إلى صافية. درجات الحرارة ستعادل 12 درجة بمدينة زاغ، 14 درجة بسمارة وكذلك ببكرة، و13 درجة بقلتة زمور. ودرجة حرارة النهار ستعادل 26 درجة بزاغ، 24 درجة بطنطان، 21 درجة ستسجل بمدينة طرفاية، 25 درجة بالعيون، و23 درجة بمدينة بوجدور، 26 درجة بكل من بكرة وكذلك بقلتة زمور. في اتجاهنا لأقصى الأقاليم الجنوبية يتوقع أن تكون السماء قليلة السحب إلى صافية بأغلب المناطق، مع رفع كذلك بعض الزوابع الرملية. ودرجات الحرارة ستتراوح ما بين 17 درجة بكل من مدينة الدخلة برنزران وكذلك بمدينة أوسرد، و19 درجة بالقويرة. ودرجة حرارة النهار ستصل بإذن الله إلى 30 درجة بأوسرد وكذلك ببرنزران وبمدينة القويرة، و23 درجة بالدخلة. حالة البحر سيكون البحر بالواجهة المتوسطية، هذا إلى قليل الهيجان، بعلو سيصل إلى متر واحد. بالبوغاز سيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بعلو مترين. ما بين طنطان وبوجدور سيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج، أما ببقي السواحل سيكون البحر هائج إلى قوي الهيجان بعلو سيصل إلى 3 أمتار. المد بمدينة الرباط سيكون على الساعة 1:50 بعد الزوال، 12:00، والجزر سيكون على الساعة 8:06 و8:14. شروق الشمس بمدينة الرباط يكون على الساعة 7:52، والغروب في تمام الساعة 7:25. بالنسبة لتوقعات الأيام القادمة يتوقع بحول الله يوم الأحد تحديدا طقس نسبيا بارد مصحوب بصقيع بمرتفعات الأطلس بالسفوح الجنوبية الشرقية وكذلك بمنطقة الريف وبالشرق، مع نزول زخات مطرية ضعيفة بالأطلس وكذلك بالشرق وبالشمال الغربي وكذلك على الواجهة المتوسطية، وتكون ضباب بالسواحل الأطلسية
الشمالية وكذلك بشمال الأقاليم الجنوبية بسواحل الأقاليم الجنوبية للبلاد. درجات الحرارة ستعرف ارتفاع طفيف. أيام الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس وكذلك يوم الجمعة. طقس دائما بارد بنفس المناطق مع نزول زخات مطرية ضعيفة بالشمال الغربي بمنطقة الريف على الواجهة المتوسطية بمنطقة السيس بالشمال الشرقي، وطقس نسبيا غائم بالشمال الغربي للبلاد. درجات الحرارة ستعرف بعض الارتفاع الطفيف. وليكم الآن توقعات دول المغرب الكبير، أوروبا والشرق الأوسط. شكرا لتابع المتابعة، إلى اللقاء.